وإلى الأخبار ونقرأ منها مأساة مسلمي بورما. مقال علاء عبد الهادي يقول فيه الكاتب: يقف العالم بأسره بما فيه للأسف العالم الإسلامي موقف المتفرج من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء أقلية الروهينجا من المسلمين على يد الأغلبية البوذية هناك. تخيلت من البداية أن الأمر فيه مبالغة، وإن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إما مصطنعا أو موجها لأغراض صور بشعة طبعا لا يستطيع إنسان ولا حتى حيوان أن يرضى بها قلبه أو ضميره. صور وفيديوهات لفتيات، حرق لمنازل قرى وتهجير جماعي لأناس كل جريمتهم إنهم مسلمين. إلا طبعا كان متخيل أن الوضع فيه مبالغة، إلا لحد ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس عن فرار جماعي ل 64 ألف مسلم من بورما إلى بنجلاديش إلى ماليزيا إلى إندونيسيا هربا من اضطهاد الأغلبية البوذية. يختتم الكاتب مقاله وهو بيقول: قبل أن نطالب المجتمع الدولي أن يعدل أو يعدل من موقفه المتراخي تجاه ما يحدث، الأولى أن نبدأ بأنفسنا ونعلن كعرب ومسلمين موقفا حاسما تجاه هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر عالم لا يريد أن يرى أو يسمع. كلنا مسؤولون أمام الله وأمام ضمائرنا قبل أن نموت.